وريب مدين في رحلة الذهاب من العاصمة لبشار، حيث تمت سرقة أجهزة جي بي اس الخاصة بالمحضر البدني، إضافة لأغراض ثمينة خاصة باللاعبين كساعات اليد وأغراض أخرى. هذا وقامت إدارة شبيبة الثورة بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها من أجل القبض على المعنيين، خاصة وأن الحادثة ليست الأولى التي يتعرض لها وفد الفريق، غير أن فقدان أشياء ثمينة جدا جعل إدارة الفريق لا تتردد في إيداع شكوى. هذا وقال مأمون حمليلي رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة الثورة أن الحادثة ليست الأولى التي يتعرض لها الفريق، مؤكدا أن لاعبي الفريق فقدوا أشياء ثمينة بفعل السرقة. والحادثة كان أغلب اللاعبين والطاقم الفني التحقوا بمدينة بشار يوم الاثنين في الطائرة. كان الأمتعة نتاعهم كانت ما جاتش في الطائرة اللي قلتهم لمدينة بشار. البارح في الليل كان لو باجاج تاعهم كان جاء على مستوى مطار بشار. المفاجأة الغير سارة كانت بعض اللاعبين كان راح لهم أشياء ثمينة، والكارثه الكبرى هي لي جي بي اس تاع المحضر البدني، كان ما لقاش السته تاع لي جي بي اس، وهذه اشياء ثمينه واللي نخدموا بها. كانت مفاجاه، بالك يطمع في ساعه يطمع في قرعه ريحه، بصح باش يطمع في لي جي بي اس واش باغي يدير بهم هذا. اتصلنا بالمسؤولين على 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 الامتعه على مستوى مطار بشار، وكنا حررنا محضر مع الشرطه على مستوى بشار. درنا ديبوزينا ان بلات في اكس ونستناو، باسكو ماشي هذه المره الاولى، هذه المره الثانيه ولا الثالثه. المرات الاولى كانت قرعه ريحه ولا صباط ولا ما، بصح هادو اشياء ثمينه واللي نخدموا بها نسحقوها على ثالث الموسم. وهذه واش نقول لك، كارثه. وهذه الظاهره هي تفشات في المده الاخيره. الثالثه دائما على الخط الرابط بين مدينه بشار والجزائر العاصمة، المشكل دائما بالخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة بشار.